خطر انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية في حالة إسرائيل نفذت أي عملية رد تجاه العمق الإيراني. السؤال الأهم هنا، هل العراق ممكن أن يتأثر إذا ما تصاعد هذا الصراع؟ لا شك العراق متأثر ومؤثر. العراق يعني كي نكون دقيقين، على مدى عقود من الزمن هي ساحة تصفيه صراعات كانت، وبعد 2003 دفعنا ثمنا كبيرا. قبل ذلك في الحروب العبثية التي أقحم العراق فيها بسبب قرارات الدكتاتورية السابقة، وما بعد 2003 الإرهاب وإلى غير ذلك، فانت لا شك ساحة صراع كبيرة. العراقيون دفعوا ثمنا باهظا في ذلك، المنطقة أيضا دفعت ثمنا باهظا. من يستطيع أن يتخيل المنطقة بدون استقرار العراق خطر؟ نعم، نحن يجب أن نكون قلقين على تداعيات التصعيد في المنطقة، ويجب أن نعمل حقيقة. أنا أتحدث عن مصلحة بلدنا، أننا بالعراق، أن هذه العواصف، العراق فيه استقرار متحقق ولو نسبي، لكنه فيه استقرار، وهناك حملة إعمار، وهناك جو منحى نحو الأفضل. العراقيون يتمتعون بخدمات أفضل مما كانوا عليه في السابق، لا شك ينتظرون المزيد. فأمامنا أولويات كبيرة لتعزيز وضعنا وتعزيز الخدمات وتعزيز مصالح الناس. هذا يتطلب كي ننأى ببلدنا مواقف واضحة، تعزيز الوحدة الداخلية، تغليب مصلحة البلد، المصلحة الوطنية العليا، أن يكون العراق أولا وأساسا في حساباتنا واحترام سيادتنا، أولا من قبل أنفسنا قبل الآخرين، أن نحمي هذه السيادة، وأن يكون لدينا العراق القرار العراقي المستقل المستند إلى المصلحة الوطنية العراقية، والذي هو برأيي أن نكون أن يكون الاستقرار في بلدنا وعملية الإصلاح الاقتصادي والخدمات وإلى غير ذلك وتعزيز سلطة الدولة هو الأساس. لا شك لدينا التزامات أخلاقية معنوية تجاه قضايا المنطقة وتحديدا القضية الفلسطينية، ولدينا يجب أن نكون واضحين في هذا المجال. فما يجري في غزة قضية يعني بكل الاعتبارات الإنسانية السياسية بأي اعتبار تعتبره والوطنية قضية أساسية، ويجب أن نكون متفاعلين معها داعمين لها. لكن تقديري أن نئي بالعراق عن التورط في صراعات غير محسوبة وأن يتحول إلى ساحة تصفية صراعات عسكرية يكون خطيرا على بلدنا. بدأ الضغط الدولي يتراكم على إيران من عقوبات بدأنا نراها من الولايات المتحدة، بريطانيا أيضا دخلت على الخط. ألا تعتقد بأن هذا يفتح باب الضغوط أيضا على العراق، كون أن العراق لا زال يشتري الغاز الطبيعي من إيران وممكن أن تكون بابا مستقبلا؟ يعني هذا الموضوع حتى يعني وارد، لكن نحن أريد أن أؤكد مرة أخرى يجب أن نتعامل كمصالحنا وأولوياتنا. العراق بحاجة إلى تطوير قدراته الغازية وتعزيز إنتاجه الوطني من الغاز كي يكون قادرا على الاعتماد على نفسه، وأن يكون له الاعتماد الذاتي إن صح التعبير. العراق فيه الكثير والكثير من القدرات في هذا المجال، لكن إلى ذلك الحين نحن بحاجة إلى استيراد الغاز من إيران، نحن بحاجة إلى الربط الكهربائي مع دول الخليج وإلى غير ذلك. هذه مصلحة الناس وهذه اعتبارات مهمة يجب أن نؤكد عليها، وبرأيي في سياقها الصحيح المجتمع الدولي يجب أن يتعامل بإنصاف ويتعامل بموضوعية مع هذا الطلب العراقي، وهذا ما يجري إلى الآن. إن شاء الله لا تتطور الأمور إلى وضع ونحن على أعتاب الصيف أن يكون في مشكلة في هذا المجال.